تعليقاً على توزيع جوائز الأوسكار العالمية للممثلين، تستحق الحكومة بلبنان توزيع جوائز أوسكار لإلها عن أداء ممثلينا، والنتائج عالشكل التالي: المئاتي جايزة أفضل ممثل للدور المذهبي والطائفي، الصفدي جايزة أفضل دور صامت لهالسنة، مروان شربل جايزة النمر الوردي لأفضل أداء، عدنان منصور جايزة أفضل ممثل بديل، فايز غصن جايزة أفضل ممثل للأداء المتخفي، نيكولا صحناوي جايزة الممثل البارع بالتشويش، غازي العريضي جايزة أفضل ممثل للدور الإعلامي، جبران باسيل جايزة أفضل ممثل لأطول مدة عرض إعلاني. أما جايزة أجمل فيلم خليجي فاز فيها الأسير. وكل أوسكار وانتو بألف.